الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد رفع كثير من المسلمين في الأيام الماضية أكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ ريان الطفل المغربي الذي كان العالم يترقب خروجه سالما معافى من البئر التي سقط فيها، لكن مشيئة الله نافذة وقدره واقع لا محالة، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فرحمه الله ورزق والديه وذويه والمسلمين الصبر والاحتساب. والذي أريد أن أقول، لربما ساور بعض الناس شيء من الشك وتساءل، قد دعا ملايين المسلمين أن يحفظ الله هذا الطفل الحبيب، فلما لم يستجب الله دعاءهم؟ وأقول قدر الله وما شاء فعل، وهو سبحانه رب حكيم عزيز، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ونحن عبيده الذين ليس لنا إلا أن نسلم بقدره ونرضى بحكمه، ولنوقن أن ما قدره الله هو الخير كل الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، لقد اختار الله له ما فيه الخير له، وهو أرحم به من أمه به، وقد مات من هو خير منه، إبراهيم ابن خليل الله وأحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نقابل أمره سبحانه إلا بالتسليم كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا امتحان لوالديه وللمسلمين. لقد بذلت الأسباب لإخراجه حيا، لكن شاء الله خلاف ما نحب، لأنه يفضي إلى ما يحب سبحانه وتعالى، فالله الله بالرضا والتسليم. ومما يهون علينا هذا المصاب أن نعلم أن الموت سينزل لا محالة، وريان إن لم يمت اليوم فسيموت غدا أو بعد غد، ولا خالد في هذه الحياة، ونحن على إثره قريبة. والشيء المهم الذي أريد أن أنبه عليه هو أن نعلم أننا حينما دعونا فإنما دعونا ربا قديرا وليس خادما لنا نأمره فيطيع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من كان هذا ظنه بربه فهو وشأنه، أما نحن المسلمين فشأننا شأن آخر، نحن ندعو ربنا العزيز القدير سبحانه، ثم نفوض الأمر إليه ونرضى بحكمه، ونعلم أنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعزته. والخلاصة أن هذا المصاب سيهون، وأن الوساوس ستندفع لمن أيقن بخمسة أمور: أولا، أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وعقولنا أقصر من أن تحيط علما بها. ثانيا، أن الله يعلم ونحن لا نعلم. وثالثا، أن الله عز وجل له كمال الرحمة والرأفة والعدل. رابعا، أن الدنيا دار ممر لا مقر، دار ابتلاء لا دار إسعاد. خامسا، أن مقام إجابة الدعاء ليس مقام معاوضة، كأن الداعي إذا دعا صار له حق على ربه فيريد أن يستخلصه منه، تعالى الله عن ذلك فهو أعلى وأعز. إنما حقيقة إجابة الدعاء أن الله جل وعلا يجيب دعاء المتضرع بمشيئته المقترنة بحكمته، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وحكمته سبحانه قد تقتضي التعجيل بالمطلوب، وقد تقتضي تأخيره، وقد تقتضي إعطاء بدل عنه في الدنيا أو في الآخرة. فأبشروا يا معشر المسلمين، دعاؤكم والله لم يذهب سدى. ختاما، عظموا الله أيها المسلمون بقلوبكم وأحسنوا الظن به، لو شاء أن يبقي ريان حيا فهو عليه يسير، لكن له الحكمة البالغة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.